متخرجه من 2012. لا انا لا شلون اكمل من ظهري حقي؟ لا اجانا مسؤول ولا اجانا شخص. لحد الان ما حد جاي يسمع صوتني. مجموعة من الخريجين الغير محاضرين صار لنا فترة من الأشهر زمن من الأشهر نتظاهر ومعتصمين، وكما ترى أمامك الموجود الشادر منصوب وباقين على الاعتصام لحين تحقيق المطالب. خلل بوزارة التربية ما تقدر تدير أمورها، إذا تعين أفيد المجتمع أفيد نفسي، ماكو حل بس التظاهر. في حين لم يعني لم تستجيب الوزارة احنا مستمرين على هاي المطالب حين حد ما يعني تم تنفيذ، يعني درسنا تعبنا يعني كلش صرفنا ما ادري شنو نريد تقدير لهذا الشيء. كل هذا التسويف المماطله هو ذا يدل على شيء، يدل على التجاهل، واحنا نعرف انه التجاهل ما يصب بمصلحه الطرفين. اليوم غضب الخريجين لان طول هذه المده اللي يعني صابرين عليها، عندنا خريجين من سنوات حتى من 2005 ومن 2008 غير تعيين. شنو انتظر اكثر من هيجي 12 سنه 12 سنه وانا بالبيت، والله طلعت روحنا، يعني ابسط احلامنا وطموحاتنا كنا متخيلين من تخرجنا بسيطة جدا، والله العظيم بسيطة جدا. أنا واحدة من البنات اللي كانت أكبر طموحاتي وأمنياتي إنه أدز أمي للحج كهدية إلها على تعبها. أيضا لا أريد المسؤول شريف بيهم ويقول لي يطلع لي حاجيني، أقول له أريد حقي يعطيني حقي. صار لي خريج تقريبا سنتين.